كنا نتوقع قبل عامين ونحن نعمل على أول فيلم لنا عن فيروس كورونا أن نجد أنفسنا مضطرين إلى الاستمرار في الحديث عنه إلى ما بعد حلول 2022. كان الخبر مبشراً في أبريل 2020 حين أعلنت الصين رفع الإغلاق العام عن ووهان وبدء عودة الحياة الطبيعية إلى المدينة التي انطلقت منها كورونا، إلا أن الأمل لم يكتمل فسبحة كورونا استمرت في الكر. الفيروس بقي معنا متحوراً ومتغيراً، ولكن إلى متى وبأي سرعة وبأي ثمن ستستمر كورونا في حياتنا؟ مع الاقتراب من نهاية 2011 تنفس العالم الصعداء قليلاً ظناً منه أن قصة كورونا بدأت في التراجع، إلى أن حل أوميكرون على غفلة وعاد وتغير كل شيء من جديد. إنه سؤال جيد للعودة إلى البداية وتذكر كيف اكتشفناه. تم ذلك بفضل صور مخبرية لمريض كان يستعد لإجراء إحدى العمليات في مستشفياتنا، وكان ذلك في 18 من نوفمبر من العام الماضي. بعد ذلك قام أخصائي المختبر بإجراء فحص البي سي آر حيث رصد فيروساً ببروتين شوكي مختلف، ثم قمت أنا وفريقي بإجراء فحص الجينوم قبل أن نقوم بإعلام الجهات الدولية باكتشافنا لمتحور جديد لفيروس كورونا. وتم ذلك بعد 5 أيام من أول فحص قمنا به للمريض. Omicron's very emergence is another reminder that although many of us might think we're done with COVID-19, it's not done with us. المطارات كانت الشاهد رقم واحد على قوة رغبتنا في تصديق فكرة انتهاء كورونا. إذ عادت معدلات السفر والسياحة خلال آخر شهري عام 2021 إلى الاقتراب من معدلات أيام ما قبل كورونا. إيغهارت المهندس الألماني وزوجته الطبيبة رينا كانا من بين المستعجلين المتحمسين لتلك العودة المأمولة. في الحقيقة قررنا للمرة الأولى منذ بدء كورونا التجرؤ والسفر لقضاء عطلة عائلية بمناسبة أعياد رأس السنة. كنا قد اعتقدنا بأنها ستكون فكرة جميلة وبدأنا في تطبيقها بوصولنا إلى دبي في 23 من شهر ديسمبر. وهكذا تحولت الإجازة إلى حجر صحي قضته العائلة لأكثر من 4 أسابيع في غرفة الفندق. إننا حريصون جداً. أنا وزوجتي تلقينا جرعتي لقاح بالإضافة إلى الجرعة المعززة، وابني الأكبر تلقى جرعتين كما الأصغر. نرتدي الكمامات في كل الأماكن المطلوبة، وكنا دائماً حريصين جداً. نجحنا في عدم الإصابة طيلة العامين، لذا كان خبر إصابتنا بأوميكرون مفاجئاً وصاعقاً. لقد أصابنا كلنا فرداً فرداً. That is extremely important to understand. It is infectious. يجب أن نفهم جيداً، إنه فيروس معدٍ جداً وسريع الانتشار، ولكن بدل الاستياء من أرقام الإصابات الكبيرة يجب علينا أن نكون ممتنين لكل من قام بإجراء الفحص، لأنه بذلك يكون عاملاً مساعداً في احتواء الفيروس بشكل أسرع. وفي كل الأحوال اتساع دائرة الإصابات ليس بالخبر السلبي كثيراً كما يبدو، لأنه في الحقيقة سيساعدنا في اكتساب المناعة الجماعية بشكل أسرع، وهو أمر إيجابي. تقريباً ربما كما قال البعض أوميكرون هو هدية من الله للإنسانية، لأنه سوف يلعب دور
أحسن من التلقيح أوميكرون، إذا أردنا أن نقول هذا. كيف؟ لكل المصابين الشبان هو أحسن من التلقيح عند الشبان الذين ليس لهم أي ضرر، ولا السمنة ولا مرض السكري ولا مرض الضغط الدموي ولا أي مرض، هم متعافين، فلأنه سوف يعطيهم مناعة قوية وأجسام مضادة قوية ويكونوا محميين، فربما لا يحتاجون إلى لقاحان بل لقاح واحد فقط. لكن هل أوميكرون يهلك ويضر الأطفال الصغار الذين لهم بيضات حاد في الدم، سرطان الدم، اللوكيميا؟ هل يضر الأطفال الصغار الذين لهم مرض السكري؟ هل يضر كبار السن مع كل الأمراض المزمنة عندهم، مرض القلب ومرض تصفية الكلى و نعم، أوميكرون يبقى كفيروس من هذه العائلة، كفيروس جديد يصيب يضر في الرئتان، ينقص الأكسجين عند الأشخاص. منذ اقتحامه لحياتنا شغل كورونا أجندات الأبحاث العلمية، تسابقت المختبرات العالمية للبحث عن خصائصه وتنافست في نشر التوقعات بشأنه. يمضي الوقت، إلى أين وصلنا؟ وهل يمكننا القول أننا نجحنا في الاقتراب من حقيقة الفيروس؟ هذا تماما ما نشهده في العديد من الدول، هذا الشعور بأن هذا الفيروس ينتشر بسرعة، فليصب الجميع إذن بهذا الفيروس الأخف من سواه ولننتهي من هذا الأمر، ولكن لسوء الحظ هذا ليس صحيحا. في الحقيقة إنه خطير جدا، قد يكون أخف شراسة، إلا أننا إن نظرنا إلى المستشفيات حول العالم فإننا سنراها مكتظة بأعداد كبيرة من المصابين الذين يحتاجون للعناية المشددة ولأجهزة التنفس للبقاء على قيد الحياة. نعم، قد تكون آثاره أخف من دلتا، إلا أنه أكثر وطأة على المستشفيات ويهدد بانهيار الأنظمة الصحية وتدمير قدراتنا على مواجهة هذا المتحور. التحور هو خاصية أساسية من خصائص أي فيروس، وكوفيد 19 ليس استثناءً. فمنذ إعلان الصين للمرة الأولى عنه ظهرت منه آلاف الطفرات في أرجاء العالم. لحسن الحظ ليست كل المتحورات قادرة على البقاء والانتشار. في قصة كورونا كان هناك العديد منها. بيتا التي سجلت في جنوب أفريقيا في مايو عام 2020 تميز هذا المتحور بقدرة أكثر على الهروب من جهاز المناعة. ألفا متحور سجل أول ظهور له في بريطانيا في سبتمبر من العام ذاته، محققاً ارتفاعاً في معدلات العدوى بنسبة 50% مقارنة بغيره. جاما ظهر في البرازيل بداية عام 2021، وكان من اللافت في قصته تحوره داخل جسم شخص يعاني من نقص في المناعة. دلتا ظهر في الهند، أثار الكثير من الضوضاء بسبب سرعته ومعدلات العدوى التي تغلبت بها على ألفا بأكثر من 60%. دلتا بلس سجلت في بريطانيا في يوليو وتميزت بطفرات ساعدت الفيروس على الانتشار بسهولة أكبر في خلايا الرئة. جميعها طفرات حازت على لقب مثيرة للقلق، وهناك سلالات صنفت مثيرة للاهتمام، ومنها اللمبادة التي ظهرت في البيرو ومو التي سجلت في كولومبيا. لنعود إلى جنوب أفريقيا حيث ظهر أوميكرون المتسبب في عودة العالم إلى مربع كورونا الأول بأكثر من 50 طفرة، 30 منها في البروتين الشوكي. تمكن أوميكرون من تسجيل سرعات هائلة في الانتشار في غزو يدق أبواب الملايين، وإن كان ذلك بوتيرة أرحم. اليوم رأيت في العلب في المخبر في الطبق الخامس، رحت درست كيفية أوميكرون يتكاثر في الخلية، وبعيني هذه رأيته يتكاثر بسرعة مذهلة. قمنا دلتا في علبة وأوميكرون في علبة، فدلتا ننتظر ربما 3 أيام 4 أيام لكي يتكاثر ويتكاثر ببطء، فأوميكرون في أقل من 24 ساعة ملئت العلبة
ورأيته كيف يتكاثر وكيف يدمر الخلايا في العلبة. فما بالك عند الإنسان؟ هل نقترب من نهاية الوباء؟ لا نعلم. إنه من المبكر جدا الإجابة عن هذا السؤال. أوميكرون ينتشر بسرعة، إلا أنه قد يصل إلى مرحلة التلاشي بسرعة كذلك، ولكن هناك دوما خطر قائم بظهور متحور جديد. من الممكن أن يكون أكثر سرعة من أوميكرون الحالي وأكثر شراسة منه. التقينا الدكتور دينيس كارول أول مرة حين بدأت دوامة كورونا في 2020. الدكتور كارول مدير مشروع Global Virome Project، وبقناعة فريقه البحثي أخطأ العالم منذ البداية بعدم استعداده للأوبئة قبل اندلاعها. قال لنا في ذلك الوقت إنه يجب علينا أن نذهب نحن إلى الفيروسات، أي دراستها وابتكار ما يجب لمواجهتها قبل أن تأتي الفيروسات إلينا. هل تغيرت قناعة كارول بعد مرور كل هذا الوقت؟ يجب أن ندرك أن كوفيد 19 ليس آخر تهديد سيواجهنا. سيكون هناك دوما فيروس آخر مقبل، وقد لا يكون من سلالة كورونا على الإطلاق. سيأتي وسيهددنا بوباء آخر إن لم نتعلم درسنا من الوباء الحالي. يجب أن نكون أكثر ذكاء ونستغل هذه الفرصة لإرساء تعاون دولي لدراسة السلالات الفيروسية وعوالم الحيوانات، ولنكون على فهم ودراية أكثر بطريقة انتقال تلك الفيروسات إلينا، ولنغدو بذلك جاهزين وقادرين على وقف انتقال التهديد وانتشاره حتى قبل وقوعه. الفيروس يتغير بشكل يومي للبقاء حياً، والكثير من التغيرات تحصل دون أن نعلم عنها شيئاً. نحن نلاحظ ونتابع فقط الطفرات الأقوى التي تتمكن في النهاية من البقاء والتأثير علينا. الأهم هو أن نفهم الفيروس، فبالنسبة للفيروس الأهم هو أن يكون متمكناً من إصابة الجسم من دون التسبب في مقتله، لأنه في اللحظة التي يقتل فيها المصاب به سيموته أيضاً، مما يعني أن زيادة عدد الوفيات أمر ليس من مصلحة الفيروس. ومن هنا كانت الطفرات الأقوى التي تبقى من الفيروسات هي تلك التي تنجح في الهروب من جهاز المناعة البشري من دون التسبب بنسبة وفيات عالية. على هذه الفرضية العلمية الثابتة تبنى الدراسات والتوقعات. الأكثر تفاؤلاً يرجح نهاية قريبة للوباء وحتمية تحول كورونا إلى فيروس نتعايش معه كالإنفلونزا. فريق آخر يلتزم التشاؤم والحذر، بينما يتمسك آخرون برفض الانصياع لقواعد كورونا وتصديق قيودها. لا أتفق مع الإجراءات التي تتخذها الحكومات ولا أصدقها. أريد استعادة سعادتي وحريتي في الحياة، هذا هو المهم، لأن الأشخاص التعساء هم المرضى. لست خائفاً على الإطلاق من هذا المتحور. أعلم أن هناك من يخشاه كثيراً، ولكن لا ذنب لي في ذلك. أصبت بكورونا وتعافيت، وأنا على قناعة بأن العودة إلى القيود غير مبررة. الأطفال أصبحوا يراجعون العيادات لعدم قدرتهم على التكيف نتيجة وجودهم سنة كاملة بالبيت، لا يتفاعلون مع الآخرين. ممكن آثار التوتر والقلق ظهرت لديهم بأنه أصبحوا أكثر عدوانية، عدم قدرة على التفاعل مع الآخرين. ظهرت بعض الاضطرابات مثل الوسواس القهري، أنه الخوف الدائم المسيطر عليهم يجعلهم يفعلون طقوس، وأصبحت هذه الطقوس ليست فقط أفكار وسواسية وإنما أفعال قهرية. أعتقد أنه من الخطير جداً اتخاذ قرار بإعادة فتح الحياة وإنهاء الإغلاقات بشكل فوري، لأن ذلك ستكون له تبعات خطيرة وقد يكلف أشخاصاً حياتهم. بعد تجربتي وإصابة كل عائلتي، يمكنني القول
إنني لا أرى أي إمكانية للعودة إلى الحياة الطبيعية قريباً. برأيي هذا تقدم باتجاه الدكتاتورية الصحيحة، وهذا ليس العالم الذي أريد أن أتركه لأبنائي. أنا لست قلقة على ابني، ما أريده هو أن يستعيد حياته وأن يعود إلى مدرسته. في الحقيقة برأيي، بعد أن صارت اللقاحات متاحة، يجب على المسؤولين البدء في التفكير جدياً في إعادة المدارس وإعادة الحياة إلى طبيعتها. قسم كورونا العالم بين المصابين والمتعافين، والمتقبلين والمستائين، والمصدقين والمشككين، يحتدم الخلاف. بالاطلاع على الدراسات التي تخص العالم في كل مكان، سواء بأمريكا أو بأوروبا أو بأفريقيا وجنوب أفريقيا أو بوطننا العربي، نلاحظ أن الدراسات بفترة اهتمت بدراسة الاضطرابات النفسية. نسبة الاضطرابات النفسية زادت، ولا شك أنه في السنوات القادمة ستظهر أثارها بصورة جلية وواضحة أكثر. على مستوى الصعيد الشخصي في العيادات لدينا، نسبة الأشخاص الذين أصبحوا يتوافدون على العيادة يعني زاد عددهم، وزادت الأعراض لديهم حتى لو كان لديهم استعداد. أحياناً يكون الشخص لديه استعداد للاضطراب النفسي، وجائحة كورونا قد أظهرت هذه الأعراض بطريقة سريعة ما كانت ستظهر لولا وجود هذه الصدمة وهذه الجائحة وأثارها على هؤلاء الأشخاص. أنا طبيبة أيضاً، وكنت منذ البداية من أنصار اللقاح وحملة التطعيم كخطوة أساسية للقضاء على الفيروس. وبقناعة المهنية والإنسانية، علينا الالتزام بالقاعدة الفلسفية التي تنادي بضرورة التضحية بالأفضل لصالح الأغلبية. فتشديد القيود ضروري، لأن هناك أشخاصاً لم يكونوا محظوظين ومعاناتهم لم تقتصر على الأعراض البسيطة. في كل دولة هناك لجان معينة لتحديد طرق التعامل مع الفيروس، والقرار لا يجب أن يكون عشوائياً أو اعتباطياً. لا يمكنني الإجابة عن سؤالك بأبيض أو أسود، ولكن ما يمكنني قوله هو أنني مساءة جداً، لأن اللقاحات التي تلقيتها لم تحمني من الإصابة بأوميكرون، وهذا أمر مخيب للأمال. That it looked very suspicious for a virus that came from a lab. Senator, we are here at a committee to look at a virus now that has killed almost 900,000 people. And the purpose of the committee was to try and get things out, how we can help to get the American public. And you keep coming back to personal attacks on me that have absolutely no relevance to reality. Do you think anybody's success? Do you think it's a great success what's happened so far? Do you think the lockdowns are good for our kids? Do you think we slowed down the death rate? More people have died now under President Biden than did under President Trump. You are the one responsible. You are the architect. You are the lead architect for the response from the government. قد يكون أنتوني فاوتشي واحدا من أكثر الأسماء تداولا في زمن كورونا. فما يقوله كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي في واشنطن حدد مراراً خطط المواجهة ضد الفيروس في باقي أرجاء العالم. وللقصة تتمة كما يقال. في الأول من ديسمبر من عام 2021 أعلن فاوتشي تسجيل أول إصابة بأوميكرون في بلاده. وفي 12 من يناير حذر فاوتشي بثقة من سيناريو إصابة أغلب سكان العالم به. إنذار أمريكي صار بمثابة وصفة عالمية وصمت أوميكرون بوباء غير المطعمين. في صافرة سرع بإطلاق جولة جديدة من جولات سباق اللقاحات المحتدم أصلاً داخل أروقة المختبرات. ف
فما الذي يجب إنجازه هنا؟ وأي سرعة ستضمن التعافي المأمول؟ ما تنشره مختبرات الشركات الكبرى يطمئن العامة، مؤكداً أن اللقاحات لا تزال فعالة وإن بنسب متفاوتة. التطمينات البريطانية تمنح لقاحي أسترازينيكا وفايزر شهادة بفعالية تتعدى 30% ضد دلتا ونحو 50% في حال ألفا. في قوة تتضاعف مع الجرعة الثانية من اللقاحين. ولكن ماذا عن أوميكرون؟ تستحوذ فايزر على الصدارة هنا. تصر الشركة الأمريكية بتعليماتها على الحاجة لأكثر من جرعتين، وتسابق الآخرين بالتلويح بملايين الجرعات. تقول إنها قيد الإنتاج للقاح سيكون شاملاً وفعالاً ضد أي متحور قديم أو جديد من متحورات كورونا. Yeah, indeed. There are two concerns here. Is that if we have a strategy in which we give boosters, let's say, every 4 months approximately, we will end up potentially having problem with the immune response, and the immune response may end up not being as good as we would like it to be. So we should be careful in not overloading the immune system with repeated immunization. تساؤلات أردنا الاستفسار عنها أكثر لدى الشريك الأوروبي لشركة فايزر الأمريكية. حاولنا الاتصال بإدارة بايونتك لكن لم نحصل على أي جواب، مع إصرار الشركة الأوروبية على الاعتذار عن عدم التصريح في هذه الفترة. ولأنها بتقديرنا فترة حساسة يترقبها العالم، قررنا التوجه بالسؤال ذاته إلى المختصين الذين وافقوا على الإجابة لنا. بالطبع نحن نطلع على التقارير ذاتها ونتابع ما تعلنه الشركات المصنعة عن سير الأبحاث التي تقوم بها لتعديل اللقاحات لتتناسب مع المتحور أوميكرون، وهذا أمر جيد بالتأكيد. ولكن علينا ألا ننسى ضرورة مراقبة التغييرات المستمرة التي تطرأ على الفيروس لمعرفة إن كانت هناك ضرورة لمزيد من التعديلات على اللقاحات وما هي طبيعة التعديلات المطلوبة. وفي نهاية المطاف نأمل أن تكون هذه التعديلات هي الأخيرة التي ستقوم بها شركات اللقاحات. نعطي الحقيقة للمشاهد الكريم، كيف أوروبا لقحت جيداً فوق 70% وعدد من الدول الأوروبية لقحت 90%، كيف 90% من التلقيح وأصيبت بالإصابات الكبيرة بأوميكرون؟ لو لم تلقيح لا، أوميكرون أدى بالمئات الآلاف من الوفيات، ولا دلتا أدت كذلك بالمئات الآلاف من الوفيات. فبفضل التلقيح أصبح عبء وأثر أوميكرون أقل ضرراً، وحتى دلتا سيدتي بفضل التلقيح. لو دلتا جاءنا في الموجة الثانية في 2020 لكان حصد مئات الألف من الأرواح. فالحمد لله عندما وصول دلتا كنا بدأنا لقحنا 6 أشهر قبل، وصلنا إلى الجرعة الثانية، واليوم وصلنا إلى تقريبا 90% من الجرعة الثانية، ووصلنا إلى تقريبا 50% من الجرعة الثالثة. فلولا التلقيح لكنا في أثر كبير. فأنا لست مع الغلق وعلى الحجر الصحي، لأنه إذا الدولة لقحت جيدا، دولنا في الخليج لقحت جيدا، المغرب لقحت جيدا، تونس لقحت جيدا، الأردن، فهذه الدول لا بأس بها إن تركت المجال مفتوح وتزيد من تطور اللقاح. وإن انتشر أوميكرون فهذا جيد لا قدر الله، يعني لا قدر الله ويكون أقل ضررا. بينما الدول التي لم تلقح أكثر من 20% فحتى أوميكرون يهددها ويكون سبب للوفاة وللإصابات وللتوافد عن المستشفيات. هناك الكثير من اللاعدالة في توزيع اللقاحات، ووفق ما في حوزتنا من معطيات لم تتجاوز معدلات التلقيح في إفريقيا نسبة 3%، وهذا لا شيء مقارنة بمعدلات التلقيح في أوروبا وفي الولايات المتحدة
وفي هذا الرقم الضئيل تأكيد على عبثية الاستمرار في الجرعات المنشطة في تلك الدول واستهلاك كل الموارد الموجودة على حساب الدول الفقيرة. وكما قلت، كل الأمور متعلقة ببعضها، ولن تتحسن أوضاع الوباء إن فشلنا في ضمان عملية التلقيح في إفريقيا. هناك الكثير من السياسات التي تتدخل هنا وتساهم في خلق هذه العدالة والإبقاء على معدلاتها، وهذه مشكلة كبيرة يجب العمل على حلها. ويبقى السؤال الذي طرحناه قبل عامين قائماً على حاله: كيف لنا أن نوقف كورونا؟ هذا سؤال مهم. برأيي يجب البدء في التفكير بإمكانية المضي قدماً والتعايش مع الفيروس، وحتماً لا يمكننا المبالغة في التلقيح كل 5 و4 أشهر، لأننا سنخسر تجاوب الناس وثقتهم بهذه الطريقة، كما أنه لا يمكننا إبقاء تركيزنا على أوميكرون وحده. هناك أمراض أخرى لا تزال موجودة والعالم لا يزالون يصابون بها، والأهم دفع الأشخاص نحو تغيير نمط حياتهم إلى نظام صحي، وعلى الحكومات تخصيص موارد أكثر لذلك. مهما كانت التهديدات المستقبلية المحدقة بنا من عوالم الطبيعة البرية أو من أي مصدر آخر، يمكننا في كل الأحوال أن نكون أكثر ذكاء في المرات المقبلة، بأن نكون أكثر استعداداً وجهوزية من الناحية العلمية والتقنية لمنع الهجوم قبل وقوعه، وهذا هدف مقدور عليه. أمال متروكة للمستقبل ومفاجآته، إنما يجدر بنا ربما أن نبدأها من عدم نسيان إنسانيتنا. نعم، فرق كورونا العالم، وقد يكون هذا التفريق هو الدرس الذي علينا أن نتعلمه أولاً: كيف أن نكون معاً برفق وصدق وإنسانية أكثر، لا كل واحد على حدة.